بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قريطة منصور، رئيس المجلس الجماعي المقرن. الحمد لله اليوم كما شفتوا عشنا واحد ذكرى 18 ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى انطلاقة ديالها صاحب الجلالة. حضينا بزيارة السيد العام المشكور اللي عبارة عن تدشين مرفق اللي هو تأهيل مركز التأهيل المهني. هذا المركز كيحتوي على عدة اختصاصات، الحمد لله منها الانفورماتيك، الخياطة، فصالة، تعليم أولي، حلاقة. هاد التكوينات والتنوع ديالها الهدف منها هو استقطاب عدد كبير من شرائح الشباب، ومن طبيعة الحال باش يولجوا لسوق الشغل إن شاء الله من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية، يديروا مشاريع ديالهم ذاتية. حسن المطاع، مندوب الإقليمي للتعاون الوطني بعمالة القنيطرة. كما ذكر السيد الرئيس وتتمة لما قال، أنه اليوم تنحضروا بزيارة السيد عامل تدشين مركز تدخل في إطار المخطط الاستراتيجي 15-20، وهذه المبادرة هي في تنزيل للتعليمات ديال سيدنا الله ينصره فيما يتعلق بالاهتمام بواحد الفئة معينة، فئة هشة واللي تطلب واحد التدخل ميداني وتدخل استعجالي من أجل التكوين. المركز اللي تشوفوا قدامنا مركز نموذجي في الجماعة القروية، وهذا هو التوجه الحالي ديال السياسة العمومية، أن نتوجهوا للعالم القروي. غيستفيد منه النساء والفتيات الغير المتمدرسات والمتمدرسات اللي ما تيكونش عندهم حظ أنه يكونوا في مراكز التكوين المهني، وبالتالي تيكونوا عندنا في هذه المراكز هذا اللي تاخذوا واحد المجال ديال التكوين، مجموعة ديال الشعاب، كل شعاب اللي مطلوبة في سوق الشغل، الإعلاميات، الخياطة والفصالة العصرية والحلاقة، وبالإضافة إلى مكتب ديال المساعدة الاجتماعية. وبالتالي حاولنا أن نربطوا التكوين بالمساعدة الاجتماعية، لأن بالنسبة لنا التكوين ما يمكنش يكون بوحده إلا ما كانش هذيك المرأة ولا هذيك الفتاة أن تنواكبوها وتنوجهها من ناحية المساعدة الاجتماعية ومن المشاكل ديالها. هذا المركز الخدمات ديالو غتكون خدمات مجانية، وغيكون من بعد تسليم دبلوم لهذه الفئات من اجل ولوج سوق الشغل. الهدف كذلك ديالنا انه تحقيق ذاتية واستقلالية ديال المرأة بصفة عامة، لانه مشاريع ديال المبادرة ولا الاستراتيجية المؤسسة التعاون الوطني ولا الاهداف ديال الجماعة انه نأهلوا المرأة باش تكون تمكن اقتصاديا وتحقق ذاتها اقتصاديا. وشكرا.